يا اهلا وسهلا بالشباب، رجعنا لكم حلقة جديدة. اليوم نلعب مدمرة ألمانية. هاي الرينك مالته السادس بيار 8-0. طبعا بيا صاروخ، بس صاروخ من هذا المدمرة. الدبابة شوية سريعة، مدمرة المركبة كلها سريعة، سرعة تقريبا 70 كيلو. صاروخ مالتها خرقة 700 700. ميزة هاي الدبابة انه جسمها مفصول عن البرج او من مكان اطلاق الصاروخ، يعني اذا لقيت لك مكان حاجز يحميك هنا يحمي الجسم، تقدر تطلق براحتك وما يضربونك الا اذا استعملوا ذخيرة متفجرة. هنا راح تكون عندك مشكلة، يضربون هاي المكانات تفجر على الدبابة كلها وتقتلوك. اوكي، الطاقم، هاي الطاقم مكون من 4 درع، مات تعبان كلش. وايضا راح نلعب اليوم بالهليكوبتر. هاي اول هليكوبتر المانية، هاي لازم يكون عندك رن خامس يا تاخذه بـ4 صواريخ. طبعا شوية مزعجة البيار هليكوبترات بداية، مات الالمان شوية ضعيف، مو ضعيف، مزعج بالقوة، تطور نفسك بيه. 4 صواريخ ومدار 3 كيلو، مو كلش بعيد على مو تقدر تقتل براحتك. يعني زينة، مو سريعة كلش. اللي هنا ننهي الحلقة، وإن شاء الله يعجبكم المقطع، ونشوفكم على خير، وشكرا على المشاهدة.
Schutz wurde beschädigt. Enemy forces have captured a zone. Allied forces have captured a zone. Zones are under control. Attention to the map! Attack the sea point! Attack the sea point!